أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. ثم شاء الله أن يقع صدام بين حجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث أحد كبار قواد ودرس الدين لها أنا كبرني علم السيرة برهان كتاب لها صور من حياة التابعين ودرس الشمع والصفناء حمص الرمي تاريخي لها سعيد بن جبير تاريخ مرويد كيسي أحمد بن أسر أغاني سعيد بن جبير سلعوا أها شخصية ديسة يموغال كيسة مخيلة أيضا هي أقوم تيسة غير كأيقا سسنين هي مشاهد لي أصيغة أولا صوت كرمية صحابة النبي رضوان الله عليهم وعلم لك الصوقاتي هي صدى وعبادة سنجري نن عالم علم من أكو عمل فراء أهل الله هي عبادة بدن ورد بدن صلاة الليل بدن حج بدن عمر بدن لا إيمان إنه أهاتان وصوت المعنى إن أي ذاتك خير دونك يا ذاتك ضربة العلم جاء إن أي إيمان جرين ويكفى إلي سن جرين ومسائل أي ودين جرين وكجواب جري مسائل الشيطان وصوت المعنى مجالة الكوفة إنه كدك تيصلك إيا ديغان تانا وصوت المعنى حجاج بن يوسف نمركا إنه هلك وكتلنا يحلقاس تانا وصوت المعنى مركا حجاج سلو أها iyo wixii xajaaj iyo saciid ibn jubeer dhaxmaray buu rabaa inuu sii faahfaahiyo wuxuu yidhi suma shaa allaahu ilaahay wuxuu doonay an yaqaca sidaamu iska hor imaa inuu dhaco bayna alxajaaji xajaaj xajaajku ini yuusufa xajaajku athaqafiyi qoladiisa loo nisbeeyey هي وبين عبد الرحمن بن الأشعث عبد الرحمن هو أحد كبار قواده سدان حجاج هجامي ياشيسا كوا هو وين متقرنا إله سبحانه وتعالى وقل دوني اسكهر إمام إنو كبح دعو نكليل هذا الحجاج بن يوسف الثقفي يا عبد الرحمن ابن الأشعث عبد الرحمن لما فوق كمد أها هجامي يا شخوة هو وين حجاج بن يوسف عيد مديسي أبان دولي يا شخوة هجامينا يعني عيد مدى هو هو وين أي كمد أها ننكني عبد الرحمن بن الأشعث جنرال وين هو أها مركع عبد الرحمن بن الأشعث يا حجاج باستهري مالين وأن يتحول السدام إسكهر إمات كي إنو أوريك سدو أيو إلهي دوني إلى فتنة إنو أوريك سدو فتنة دو أكالة عنتي فتنة الأخضر وحا عذارا إي واليابس وحا قللان إسكهر إمات كامركا أو حجاج بن يوسف الثقفي يا عبد الرحمن بن الأشعث كنح دعاي إلهي أورو دوني إنو أسكوب الدلو fitno ballaaran oo burburisay oo baabi'isay fitnadu markay noqoto fitno ballaaran oo lagu la'do lagu dhamaado baa waxaa laga cabiraa waa fitno oo akalat al-akhdara wal yabis waa fitno cuntay waxa cagaaran iyo waxa qalalan waxba aan ka taginba marka fitno lagu dhamaadayo rag badan oo مسلمين أي كل ما ذين علبا ضعي أوار ما نعذي لبارتها نعذي
طيب وتركت فتنتي وحيكتكتي في جسم المسلمين مسلمين تجسم بولدئلي وحيكتكتي جراحات ناوعيو جراحات غائرة أو مول ناوعيو أو مول أو بودها أبنى أي مسلمين تجسم بولدئلي أي كتكتي في النلاس وحين قطعي مركا فتنة مصيبة كتكتي بين قطعي دعوة وين بي فتنة راس أي مسلمين تأوكي ستي وإن لغسة قطنا أي قادنا يسوق تبرا اسكفر إماتك كان أحد عاي حجاج بن يوسف الثقفي والدولة دي ريل بني أمية أوأها سيدة وزيرك قاشان بيقى أوكالة إيو عبد الرحمن بن الأشعف أو أصيقى كمد أها سراكيشة إذا مدى هو قامنا إياه فلا يوين باق علي وكان من خبر هذه الفتنة فتنة تنا خبر كذا حجي وحكاها أن الحجاج حجاج صير حجاج بن سعدسي ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث بجيش مع جيش عيدنا معي إنه سعدسي لغزو رتبيلة رتبيل من كليلة دولان كي درادين وصعب سيين ملك التركي تركي بقر كولانا أهوى يد رتبيل على المناطق ها قبل هذا كور كولانا لقود دولو مناطق ذو الواقعة كتالة وراء سجستان سجستان ماشا ليلة هذا كداش في النظر المركة عنتي وحا عقاران إيا وحا قلالا مسلمين تجسم الوذان بابع مو أبيستي شكاد إذا وحا كمد أهابوي سيدي في النظر قلنا عضي حجاج بن يوسف باوقه الديري عيدا وهو قامنا عبد الرحمن بن الأشعث وحونا عيدا كاو الديري بقر كي لديه جري رتبيل و تركي كبقر كوضاءها إن الودولو ولبا كارهان إن الودولو قبل هذا إدعاء سجستان ماشا ليرة لو قداش إدعاء وبلاد مركة كتالة إيران إيو أفغانستان ميل أم حيسا ومتبيلنا مركة أكتالينا أي بقر في تركيا ماشا اسمركة إن دولا وبقر أيو حجاج قرشيي وحونا عيدا كا وأغدى جاي أبان دوليون إنك ليرا عبد الرحمن بن الأشعث فغزى القائد قائد كيبا مكة الدولي هجاميه عيدا قائد كو الباصر اللي باحا أها وعبد الرحمن بن الأشعث قائد كو المظفر لجوليسيي شطرا بر اي كدولي شطر غو كبيرا اووي شطر غو من بلاد رتبيلة بقر كرتبيل ليلة بلاد سحقي كاها واحتل قائد تيوحو فرطي او دقي حصونا رفيسيو حصون تو منيعة او لمقالان حصونته من دياره رتبيل ديقا مديسة كمدا وغنم قائد كيوه غنيم يستي مغانم غنيموين مغانمته كثيرة فربضا من مدونه رتبيل مقالوين كيس اي وقراه رتبيل تولوين كيس حقه الأيونك غنيم يستي نكا مركع عبد الرحمن بن الأشعث ليلة وقالك قلبه ككينه ويرك مركا أصاق علي وكو كهريي وكو قبطي بقر كرتبيل ليلة هذا بلادي سكال بر أيو قبطي وحونا الدقي أو قبصدي حرمها أما في السيادة أي عيدا مذي بقر كرتبيل أي فديين بو قبصدي غنيموين فربضان أصاق غنيميست
magaalooyinka la qabtay iyo tuulooyinka la qabtayba ghanaa'im fara badan buu ka soo ghaniimaystay cabdiraxmaan ibn al-ashraf. Thuma bacatha cabdiraxmaan ila alxajaaji, xajaaj baa wuxuu u diray ama qaa'idka waxaad ka cabirtay rusulan ayuu u diray, rusushoo zafuu soo guuriyeen, lahu xajaaj u soo guuriyeen, bashaa'ira nasri guusha bishaarooyinkii, nasrigoo alkabiiri oo weyn oo xamaluu soo xambaareen rususha macahum, rususha macood khumusal ghanaa'imina soo xambaareen, litastaqira ghanaa'imta si ay u sugnaato, fii khazaa'ini beyti maalil muslimiina, muslimiinta beytu maalkooda khasnadihiisa dhexdiina ay ugu sugnaato. Ninkani ee cabdiraxmaan ibn al-ashcaf la yidhaahdo, haddii boqorkii ratbiil bilaadiisa kala bar u xoreeyey xajaaj ibn yuusuf althaqafi ayuu fariin u soo diray, rusul dad fariima sida ayuu soo diray. Rusushaa marka waxay xajaaj u soo guurinayaan guusha la gaaray bishaaradeeda, waxayna sidaan ghanaa'imtii lasoo helay khumuskeedii, ilaa ghanimooyinka markii shan meel loo dhigo arbacatu akhmaas, afar meel waxaa qaadanaya ciidankaa qaadanaya iyagaa iskale, hal meelna marka baytulmaalka la geynayaa waa la sii qaybinayaa marka qaybta. Marka ghanaa'imtaas si bangiga dhexe ee muslimiinta khasaa'intii dhexdii ay ugu sugnaato ayay usoo direen khumusul ghanaa'imta. Wa kataba, haddana wuxuu soo qoray cabdiraxmaan ibnu al-ashcaf, lahu xajaaj wuxuu u soo qoray kitaaban kitaab, kitaabkoo ista'dana cabdiraxmaan ruux xajaaj fiihi kitaabka uu kaga idin weydinayo bitawaqufi joogsi can alqitaali uu ka joogsado muddatan muddo muddadoo min azamani zamanka ka mid ah liyakhtabira si uu u jaribo cabdiraxmaan madaakhil albilaadi bilaada meelaha laga galo iyo wamakhaarijaha bilaada meelaha looga baxo oo wayaqifa cabdiraxmaan uu u ogaado calaa dabiicatiha bilaada dabeecadde iyo wa axwaaliha bilaada axwaasheed si uu u ogaado wadaalika, arrinkaasna wuxuu ahaa isti'daan qabla tawaguli gelidda ka hor fii shicaabiha bilaada wadooyinkeeda ee buuraha dhexmara dhexdiina intaan la gelin, shicaabtoo alqaasiyati ee fog, shicaabtoo almajhuulati laga jaahilya, iyo wa tacriidi aljeyshi ciidanka u bandhigiddiisa ka hor ayuu ahaa jeyshku aldaafiri ee guulaystay lilmakhaadiri halisyana loo bandhigo ka hor buu ahaa arrin. Cabdiraxmaan ibn al-ashcaf nin khabiir buu ahaa oo abaanduuliye weyn buu ahaa, boqorka turkiga bilaadiisa kala bar hadduu qabsaday uu xoreeyey, fariinna ugu soo diray xajaaj guushii uu gaaray, warqadna uu soo qoray. Warqaddaasoo xajaaj uu ku weydiisanayo inaan hore loo sii socorin, inta la xoreeyey intaa in lagu ekaado la joojiyo weerarka iyo duulaan, xaaladda in la qiimeeyo, bilaaddan hadda la qabsaday meelaha laga soo galo iyo meelaha looga baxo iyo bilaadda dabeecadaheedii iyo axwaasheedii si loo ogaado, iska soco macno ma samaynayso, waxaa laga yaabaa inaad ku jabto ugu dambeyntii dagaalke ee inta hadda la qabtay bal aan saldhig ka dhigano, aan ku nigaano bilaaddana, aan barano dabeecadahoodii iyo axwaashoodii iyo meelaha halista ay ka imaanayso, meelaha looga galo bilaadda, meelaha looga baxo, sidaasoo intaan annaga gelin wadooyinka ee buuraha dhexmara, intaanan dhex gelin ee fog ee laga jaahil yahay oon la garanayn, inta aan ciidanka loo bandhigin halis aan loo bandhigin, bal qiimeen aan ku samayno xaaladda bilaadda.
warqad sidaa soo kale ayuu xajaaj u soo diray. Wadaalika arrinkaasna qabla tawaquli ayuu ahaaday gelidda ka hor, fii shicaabiha bilaadda shicaabteeda. Shicaabta waxaa la yidhahdaa wadooyinka buuraha dhexdii maraan, wadooyinka buuraha dhexdii maraan, shicaabto alqaasiyati ee fog, shicaabto almajhuulati laga jaahilya, ka hor buu arrinkaa ahaaday. Wa tacriidi aljeishi, wa qabla tacriidi aljeishi, jeishka in loo bandhigo ka hor, jeeshkoo adaafiri guulaystay, lilmakhaadiri khatariyaal ama halisyaal loo bandhiga ka hor buuna arrinkaa ahaaday. Tayib, xajaaj marka waxay ahayd inuu taageero arrintaas, maadaama ninkii dhammaa ee ciidanka hogaaminayay oo bilaaddii Turkiga kala bar xoreeyey haddana ra'yeeyey in xaaladda la qiimeeyo, inuu raaco ayay ahayd Cabdiraxmaan waxa uu soo jeediyey. Faqtaada alxajaaju, xajaaj baa ka carooday minhu, Cabdiraxmaan xaggiisuu ka carooday. Warkaas markaa xajaaj wuu ka carooday. Wa arsala, wuxuu soo diray xajaaj ilayhi ilaa Cabdiraxmaan kitaaban, warqad buu u soo diray. Kitaabkoo yasifu uu ku tilmaamayo xajaaj huwa Cabdiraxmaan, fiihi kitaabkaa dhexdiisa biljubni, biqnimo iyo walkhunuuci, dacfi iyo dulli uu ku tilmaamayo xajaaj. Intuu xaraaqay uu asigana warqad kale soo qoray, warqaddaasoo marka uu ku eedeenayo Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ar oo uu leeyahay fulay baa tahay, dulli baa tahay, daciif baa tahay, maxaad u nigaanaysaa, hore u soco. Haa, wayundiru uu oga digayo xajaaj hu Cabdiraxmaan bilweyli halaag iyo wafuburi halaag uu oga digayo. Wayuhadidu uu ku guulguulaya ama uu ku hanjabaya xajaaj hu Cabdiraxmaan bitanxiyati, fogeyn ugu hanjabaya can qiyaadati aljeishi, ciidanka hogaamintii xaggiina uu ka fogeynaa. Xajaaj warqaddaas Cabdiraxmaan buu markaa digniin buu siinaa, iska jir buu leeyahay, haddii aad nigaato dagaalka sii wadi weeyo waan ku halaagayaa buu leeyahay. Waxaana ka qaadayaa marka hore jagada iyo xilka adiga aad hayso, jeneraalnimada iyo xidigaha aad leedahay iyo mustabaha aad joogto, maxaan idhaahdaaye garaadadii waan kaa dhigayaa, waana ku ciqaabayaa haddaad sii socon weyso dagaalka sii wadi weyso. Soco oo ha joogsanin, oo looma baahna biiqnimo iyo dacfi iyo dulli ee hore u soco. Saasuu xajaaj warqad saasuu soo qoray. Fajamaca Cabdiraxmaan wuxuu kulmiyey wujuuha aljundi, ciidanka kuwoodee caanka ah ayuu kulmiyey, wa qaadata alkataa'ibi, guutooyinka kuwa hogaaminayaa ayuu kulmiyey, wa qara'a Cabdiraxmaan calayhim wujuuda, iyo qaadada dushooda kitaab alxajaaji buu ku akhriyey xajaaj warqaddiis, wastashaarahum, waana la shuureeyey fiihi kitaabku kala shuureeyey. Cabdiraxmaan marka wuxuu sameeyey ciidanka asiga uu abaanduulayaha u yahay, akhyaartoodii iyo kuwoodee caanka ah ayuu kulmiyey. Guutooyinka ciidanka guuto guuto waa guuto walbana waxay leedahay hogaamiye ayay leedahay, guutooyinka marka kuwa hogaaminayaana wuu jamciyey. Xajaaj ibn Yuusuf warqadii uu soo diray buuna ku akhriyey. Maxaan samaynaa buu, waa annagay xal u aragnay inaan sii nigaanon xaaladda qiimeyno, asiga nalama joogo, xaaladdii marka annagaa goobjoog u ah wuuna naga diiday go'aankan annaga qaadanay, maxaan sameyna. Fadacuuhu Cabdiraxmaan baa waxay ugu yeereen ila alkhuruuji, bixid calayhi xajaaj uu ku baxo, walmubaadarati, iyo degdegid ilaa nabdi daacatii, xajaaj daacadiisa tuuriddiina uu u degdego. Waxay yidhaahdeen laga yeeli maayo xajaaj, ha ku adeecin, khalad weeyaan waxa asiga uu ku amraa.
فقال عبد الرحمن وحير له وجوهدي إيو قاددي باوطوئي أتبايعونني على ذلك أرنك أمي أغلب اعتميسان وتؤازرونني مئوك المينيسان على جهاده حجاج جهادك حتى يظهر الله إلهي إلى كظهره أرض العراق عراق أرض من رجسه حجاج قرن في سحقه إلى إلهي كظهره عبد الرحمن بن الأشعث أسيقوا فرصة كفاء إذي سنة وحويري بيعم إلى قليل سائر أو حجاج إن خلافه أو أنا قاعد إلى أمر قادتان أرنت بيعم إلى قليل سائر مئو كالميني سائر حجاج لدقال إنك سمئو كالميني سائر اللي أدان هذا خلافه وإلى الدقال ما يأي لدقال إنك سمئو كالميني سائر ظلم بضمبون أرض العراق كها يا حجاج إله سبحانه وتعالى قرن كيسئي ظلم كيسا أرض العراق إلى إله كظهر سبحانه وتعالى فبايعه عبد الرحمن وحال مبايع ذين الجند عيدا على ما كيبين كورا مبايع ذين دعا عبد الرحمن هم جندك إليه ما هو عيدا كيب مركع سيئ بيعض الصيام إني أصيغ كامر قادنا يا حقنا إيسان أغرب الدولين هلك يكون نقانا يا حجاج هدو دقال صوقا دو عبد الرحمن دقال أغسو قصو قادنا حجاج عيدا كيس إني لا دقال ما يا أيضو عبد الرحمن كامر قادنا يا هب عبد الرحمن بن الأشعث أياه كعي بجيشه عبد الرحمن عيدا كيسو لك جيش كي الممتلئ بوحي كراهة النعب للحجاج حجاج لهانتي سنة نعب أو بوحي ونشبت بينه بين عبد الرحمن وبين جيوش ابن يوسف الثقفي معارك أيا كقرحين دقالو معارك تو ضاحنة وحشيدة معارك تو انتصر عبد الرحمن أوكو ليست فيها معارك تعطي حدا إذا نصر نقول نصر يو مؤزرا أو لحى شيء حجاج بن يوسف عيدا مصدر أو لدى قال ما يا عبد الرحمن يعيدا كس لبدي عيدا لحدا دقال لغبا باي باكا نحن مروا المنى دقال هذا وحاكو لي سنة عبد الرحمن بن الأشعث باكو لي سنة فتم له لعبد الرحمن وحاولنا ما استرمي الاستيلاء وقبس على سجستان سجستان او قبصه يوجل بلاد فارس فارس بلاد معظم كوضنا او قبصه ثم اخبر عبد الرحمن وصوغ بل يريد حال اصيغ او دونا انتزاع الكوفه والبصره انو كسيبه من يدي الحجاج حجاج لودي سقعمه عبد الرحمن مرك أبودي سوى سيب الارانيس حجاج إنه قد كبحي وقصي قنايا معايا لولالك حجاج أوها يستيب وأسيقا دب قصي قبصنايا سجستان بو قبصدي بلاد فارس معظم كوضو قبصدي وحو الرواء مركا كوفئي وبصرع أو لبدا ما قالوا أغمهم سنوى حجاج أوها يستيقى إنه حجاج قعمي سخبه وفيما وقت اللحد كانت نيران الحرب حرب قد قال يعني النارياشيس مشتعلة أيتها يمد هوريس بين الفريقين كهوريس وكان ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث نؤى هذا ينتقل من كبورا من ظفر قول إلى ظفر قول أبورا وقع للحجاج حجاج وحاؤنا عي خطب أرن لك هذا خطب زاد زياريه خطب خصمه حجاج كان كسهر جيدة قوة أبود الزياريه دقال هذا دب كودا أسيقو أو هراي أو نحي حجاج يا عبد الرحمن عبد الرحمن بن الأشعثنه ومروا البقولي سناي قول بوك قورايا قول كلا أي قورايا هذا حجاج
waxaa u dhacday arin la kahanayo. arrintaasoo marka xajaaj mucaaradkiisa oo cabdiraxmaan ibn al-ashcath ah awooddiisa mar kale sii ziyaadisay haddana dalika arrinkaana xaasilun waay. arrintaas marka maxay tahay? anna wulaata al-amsaari, magaalooyinka wulaadooda madaxda ka talinayso amsaar katabuu waxay soo qoreen wulaad ila alxajaaji kutuban warqado, kutubtoo qaaluu wulaaddii ay ku yidhaahdeen fiiha kutubta dhexdii ina ahla dimmati dimmada ahalkood qad dafiquu waxay guli galeen yadkhuluuna inay soo galaayaan fi lislaami ay soo galaayaan liyatakhallasuu si ay oga fagtaan min dafci ljizyati jizya dhiibideeda xaggiina ay oga fagtaan waqad tarakuu ahlu dimma waxay ka soo tageen alquraa qaryooyinka allatii qaryooyinkaasoo yacmaluuna ay ka shaqaynaayeen fiiha fi lqura wastaqaruu waxay ku sugnaadeen ahlu dimma fi lmuduni magaalooyinkay ku sugnaadeen wa ina alkhiraaja kharaaja kharaaja haa qadil qadil maxallagu tirtirmay kharaajka ujradii arlada ka imaanaysa wa ina aljibaayaati wax soo saarkane qad aflasat jibaayaadii way fakhiirtay. arrinta marka xajaaj uu kahday cabdiraxmaanna awooddiisa sii xoojisayaa waxay tahay niman gaalo ahoo ahlu kitaab ah oo muslimiinta hoos imaanayeen oo jizye laga qaadi jiray ayaa jireen oo dhaqaalo badan xaggooda laga heli jiray. magaalooyinka dadka ka talinayaan oo wulaadda ah ee xajaajna hoos imaanayaan, wulaaddii baa xajaaj qoraallo u soo direen. waxay yidhaahdeen ahlu dhimmo, dadkii yahuudda iyo nasaarada ahaayeen ee muslimiinta dhexdooda ku noolaayeen waxay guli galeen inay islaamka galaan si ay uga fagtaan canshuurta bixinteeda. jizyadan ay bixinayaan soo laga joojin maayo hadday islaamka qaataan, inay islaamka ku soo biiraan bay bilaabeen. dhaqaalihii marka nuqsaana ku imaanaya, waxayna ka soo tageen qaryooyinka iyagu ay ka shaqayn jireen, magaaladii bay soo galeen. kharaashkii marka, kharaashka waxa weeyaan ujrada oo iyaga laga qaadayo arlada dhulalkay iyagu beeranayeen oy tacbanayeen, ujrada ka imaanaysa waaye kharaajka. kharaajka ujradii dhulka xaggii ka imaanaysa qadil maxalla kharaajkii uu tirtirmay. jibaayaadkana waa wax soo saarkii, waa ilihii dhaqaalaha ay ka imaanayeen. haddii ay ahaan lahayd midda canshuurta ah, hadday ahaan lahayd kharaajka ee arlada dhaqaalaha ka imaanayo, ee ilahaas iyaguna hoos u dhac baa ku yimid. wax soo saarkana qad aflasat jibaayaadii way fakiirtay. kolka haddii awooddaada xagga dhaqaalaha nuqsaan uu ku yimaado, awooddaada xagga militarigana nuqsaanaa ku imaanaya. arrintaas marka nuqsaanka xagga maaliyadda kaga yimid xajaaj waxay caawisay kan asiga ka soo horjeeday cabdiraxmaan ibn al-ashcath bay caawisay, ilaa dhaqdhaqaaqii iyo siduu markii hore u dagaalamayo uma dagaalami karo xajaaj oo xagga dhaqaalihiisiyaa nuqsaan uu ku yimid. fakataba alxajaaju, xajaaj marka wuu qoray ilaa wulaatihi, wulaaddiisa intii kaa ayuu u qoray, wulaadoo fi lbasrati basra ku sugan iyo wagayrihaa basra keyrkeeda ku sugan, kutuban warqado ayuu qoray. kutubtoo yaamuru xajaaj hum wulaada fiiha, kutubta uu ku amraayo bi an yajmacuu inay kulmiyaan, kulla man inay kulmiyaan, mankoo nazaxa qaxay ila lmuduni magaalooyinka u soo qaxay, mankoo min ahli dhimmati ka mida, wa an yuciiduuhum inay celiyaan manduulka ila lquraatu qaryooyinka inay u celiyaan, mahmaa daala nusuuxuhum qaxooda intuu dooraha dheeraado canha can ilquraana ay ka kaxeen.
حجاج مركب ولادي بو أمر سيي وحير إن منك أهل الذمة ذا كسر قحى قريوي ما قالوا يمكن وحي كل سنة هن قريوي كي يبادية حولها لقنا قو بيرها لقنا فلو أي محل إلى ذا ما قالوا يمكن كل قين تذكي مرك أهل الذمة ذا هذي أيوة كسر بحين قريوي أي بيرها فل الجيران والشقين جيران بقالها وحصوصار كبا حق وذو كجيري هلا عليو دتك عورت هلا جمعية مركو هري أهل الدماغ كدي من هلا جو عليو قريوين كي أي أيوة دجناين تعب كي أي واحد دبها أقول لابتا ست قالها محن إرادة أي مركو لا وأحوجش فصدع الولاد وولاد دبا مركو وحيكون جهرين بالأمر أمر كي بيكون جهرين واكو بمعنى أمر كي بي فليين بالقبر وأجلو وحي رارين أعدادا تريال أعداد كبيرة أوين أعداد من هؤلاء كوان دميين تحقوا ذكاء هذين عن ديارهم بيكررين ديقا مدو تحقي بيكررين وأبعدوهم وحي كفوغيين عن موارد أرزاقهم أرزاق ذو ذا مكان أروركي حقي بيكفوغيين وحشدوهم وي جمعيا في أضراف المدن مقالوين كأضراف توضح لي كل جمعيا وأخرجوا معهم أيغا معوذا نساءهم ناغوه ضئي وأطفالهم عرور توضي الصارين ودفعوهم وي ديبين دفعا ديبين إلى الرحيل ررد انتكاه بيقول ديبين إلى القرى قريوين كانتكاه نلورر بعد أن مضى مركو ديرالي كذب على فراقهم فاروقد وذا لها للقرى أي فاروقين حين مركو قطق يحينكو من الدهر الزمن ككمدا أمرك حجاج بألف ليه وولادي أي فلية ولا صاق قبت يدك مرك هراء سجلوتي كأها ذميين تأها قريوين ككي مالين يجور المجال إسكن نقدين ومجال ذي لقب صدين إسكن شقي سنة عين مجال ذا أطراف تلا حروين لقسم حروين كسال لقول جمعيين كتب أيجي إن أجوه ذي عرور تودي ولا عليه قريوين كي يلقو عليه قريوين كي نمرك وقت بضم بيكم مغناين أولا بتالي يري مركا شقوين كي آد هايسي صو صار دقالي فأخذ النساء ناقه إيو والولدان عرورتي إيو الشيوخ ويالذي وحي بودي قلين يبكون إني أوين آيا ويستصرخون إني قيلين آيا ويستغيثون إني قرقار دلب آيا وينادون إني نادين آيا ومحمدا ومحمدا أي كن نادين آيا وحاروا ويوريرين فيما كيب يكون وريرين يفعلون أي سمين آيا وإلى أين يذهبون هل كي تقايان ويكون وريرين دمركي عرورتي ويالذي ألقص بي قريوين أو بري هرأي كي مادين إني أولا بتان لقو قص بي باوحي باللابين إني اسكؤوا يا أو أي أولا باقايان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم معناها وأن الله ظلمنا يا دت كنا ظلمنا يا وادت شجرا يا إني أذيك كنت أبع سيه إني كرم سيه طيب أيه وأنا مركب واحد سقوط جيران دت صو إسلامي إيو دت أن صو إسلامي بوي سقوط جيران إنك صو أنت هذا بدل بقى صو إسلامي وجدد الله علينا يا مركب ما أهان ذنبي أي أيه وقرن ما إيه kali waxa loo celinayaa inay dhaqaale soo saaraan dhaqaalahaasna marka lagu la dagaalamo Abdulrahman ibn al-Ash'ath iyo ciidankiisa lagu la dagaalamo tayib fa kharaja ilayhi marka waxa uu soo baxeen dumarka iyo wildaanta iyo waayelada fuqahaa'ul basrati basra fuqahaadeeda uu soo baxeen wa qurra'uha basra qurra'deedana way u soo baxeen ليغيثوهم إني أقرقارا ويشفعوا لهم إني أشفعا فلم يتمكنوا من ذلك مائسا مكنسن فضفقوا أيقنا وحيقودي قلين فوق هذه يبكون إني أوين آيا لبكائهم دتك أوهنتو ذي إني لأوين آيا ويستغيثون إني قرقار دلبايا لمسابهم مصيبة ذي إني أقرقار دلبايا دتك علماء ذاها baa u soo baxay dadka la dulminaayo masaakiinta ah ee la cabbiidinaayo ha
dadkii culimmada ahaa oo isugu jiray fuqahadii iyo quraa'dii inay dadka u gargaaraan oo ay u hiiliyaan, way awoodi waayeen marka inay u gargaaraan ay u hiiliyaan. Iyaguna waxay bilaabeen inay la ooyaan musiibada ku dhacday, inay gargaarkeeda inay Ilaahay weydiistaan. Arrintaas marka waxay ahayd arrin ku soo furantay, ahayd xajaaj. Igtanama Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ath marka wuxuu ka faa'iidaystay hadihi al-fursata fursada. Wadaca Cabdiraxmaan wuxuu u yeeri al-fuqahaa iyo wal-quraa'a ilaa mu'aazaratihi, inay kaalmeeyaan intikaha ayuuna ugu yeeri. Xajaaj sidaa buu dadka u dulminayaa, cid ka badbaadaysa ma jirto. Kolka waan iska dhicinaynaaye xajaaj, anigaana la dagaalamaaye, idinku haddaad fuqahadi tihiin ood quraa'da tihiin ood culummada tihiin, aniga i kaalmeeyo, garab ii noqda. Fastajaabad lahu licabdiraxmaan, waxaa ajiibeen kowkabatun jamaaco, kowkabadoo min jillati taabiciina, waa a'immati almuslimiina ka mida, taabiciinta kuwoodii waaweyn iyo muslimiinta a'immadoodi. Wa calaa ra'sihim, madaxoodana waxaa ahaa Saciid ibnu Jubayr iyo wa Cabdiraxmaan ibnu Abi Layla wa Shacbiyu wa Abul Bakhtari wa gayruhum wa gayruhum, baa maxaan idhaahdaaye madaxooda ah. Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ath marka jamaaco oo taabiciinta ajiladooda ka mid ah adeeceen oo muslimiinta a'immadooda ka mid ah, waxaana ka mid ahaa taabiciga hadda aynu ka taariikhaynayno Saciid ibnu Jubayr. Cabdiraxmaan ibnu Abi Layla baa ka mid ahaa taabiciinta ragga ugu fadliga badan buu ka mid ah. Shacbi baa ka mid ahaa axadu fuqahaa'i taabiciin, taabiciinta fuqahadooda ayuu ka mid ahaa iyo shucaradooda. Abulbakhtari baa ka mid ahaa, waa taabici oo caabid ah oo zaahid ah. Marka dad aqoonyahanna ah oo waaweyn oo ajila ah baa haddana taageero u noqdeen Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ath. Wadaarat raxal xarbi, dagaalka shiidiisi ayaa wareegatay bayn alfariiqayn, labada fariiq dhexdoodii, xajaaj iyo taageerayaashiisa iyo Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ath iyo taageerayaashiisa. Wa kaana an-nasru, guushii waxay u ahaatay fiiha, xarbada dhexdeeda, awwal al-amri, amarka bilowgiisa libni al-Ash'ath ayay u ahayd guushii, iyo man macahu ibn al-Ash'ath, dadkii la socday cala al-xajaaji wa junuudihiina ugu ah. Markii hore dagaalada waxaa ku guuleysanaya Cabdiraxmaan ibn al-Ash'ath iyo kooxdiis, xajaaj iyo ciidankiisi waa laga guuleysanaya. Thumma bada'at kafatu al-xajaaj, xajaaj gacantiisa waxay bilowday tarjaxu inay raajax naqanayso, shay'an fa shay'an inay u raajax naqanayso, tartiib tartiib buu xajaaj usoo xoogaystay haddana. Xataa husima ibnu al-Ash'ath, ilaa laga jabiyey Cabdiraxmaan ibnu al-Ash'ath, haziimatan jabha ziimado munkaratan, oo la inkiray. Wa farra Cabdiraxmaan ibnu al-Ash'ath, wuu cararay naajiyan xaal, asigoo la badbaaday binafsihi, nafsadiisa la badbaaday. Wastalama jayshuhu, ibn al-Ash'ath ciidankiisana waxay isku soo dhiibeen lilxajaaji wa junuudihi, bay isku soo dhiibeen xajaaj iyo ciidankiisa isku soo dhiibeen. Wastaslama jayshuhu, ibn al-Ash'ath jeedkiisi lilxajaaji wa junuudihi bay isku soo dhiibeen. Khalaas, sidaas hadday dhacday, xajaaj marka hadduu seeftiisa galka kala baxaya, amara al-xajaaj, xajaaj baa wuxuu amray marka munaadiyahu, kiisii u naadinaay, an yunaadiya, inuu naadiyo munaadiga fi lmuqaatiliina, kuwii dagaalamaayeen dhexdii inuu ku naadiyo, muqaatiliintu almahzuumiina oo la jabiyey inuu ku naadiyo. Wa an yadcuwahum, inuu u yeero muqaatiliinta litajdiidi baycatihi, xajaaj baycadiisa in lasoo cusbooniyo. Baycadii hore waa ayagii jabiyeen, bayco cusub inay hadda xajaaj la galaan, inay u aqoonsadaan xajaaj inuu madaxooda yahay, ay ka amar qaadanayaan, ay adeecayaan inay hadda beeca la galaan. Fastajaaba akharuhum, muqaatiliinta badigood way ajiibeen, lahu xajaaj bay ajiibeen.
وتوارى بعضهم مقاتلين تقاركودنا ويس قريين عنه حجاج بيس قريين ويقومتين. وكان بين المتوارين قوى إسقريان نحن وحاءها سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه تتكي إسقريي وحكمدها سعيد بن جبير بحكمدها. فلما أخذ المستسلمون قوى إسسوني بمركي قذي قلين يتقدمون إني صهر مرايا انتباعا حال أيقو إسترجوغة لبيعته حجاج في عدي سنة إني أصهر مرة يا مركي بدي قلين فوجئوا ولا كذي مستسلمون بما بالغوا كذي لم يكن ماغا في حسبانهم ملاذو ذا نحذي آنه ذاتك إسسون ديبي مركي بدي قلين إني أصهر مرة يا حجاج إني بيع الله قلام يبيع الحسبونيان باوحا لغوا كذي وحيسن مليسن إني بالغوا كذي وما حيوحى إيسان مليسانين. فلقد جعل حجاج وحو قديق لي يقول إنو نحي للواحد إنو نحي واحد منهم أيها كمدع أتشهد على نفسك نفسد هذا مكوقي ريسا بأنك قد كفرت إن تقالوا ذي أريق بنقل بيعتك بيعاد هذا بورنت لوالي أمير المؤمنين مؤمنين تأميرك وذا والي بسنة أتكب رسي أمير المؤمنين والي سوى يا أصيغ حجاج أميشا أيو مدحبينها والي أوغيه كلك أذيغا أذيغو شليتو أنيغا بيعا إلا قلي بعد بيعا دي جبسي مقيريسا بيعا دي جبسي إنات كوغالو دي مقيريسا قفل بصاصة لنهاية. فإذا قال واحد كهدو يرادو نعمها بيعا دي أنجبي وكوغالو بيهدو يرادو قبل حجاج منه من كاسوحوك أقبلايا تجديد بيعته بيعدي سعزبورين تيلي وأضلق حجاج سراحه ومن كاس حرقي سنو اسكدين علي قفك إنو قال لما قرتال ربا. وإذا قال واحد كهدوير هذا الله ميا كما قالوا من بيعد هذا الجبنت أنجبي هدو صدها يراه قتل حجاج هو واحد كوادي لايا أرنت أسمر كأرن أي فلاي ما يسمعين بعدي هرئات جبس إنك كوجالو ذقير إن قفك ليه داعي كي قرتو إن لسكت داعي كي أنيك ما قالو بيني قال لي ما قرن ما يرى هذا إن هلك الوجود له. فكان بعضهم مر قارقات باوح وها مستسلمين يخلعوا كي أخذوا عاية له حجاج أخذوا عاية تدكوا الكلام ديرين هنا ويقر إنه قرا يبعلق على نفسه نفسه يسمى الكفر قال لي ما أخو قرا لينقذ سوء أبد بادي وبعلق نفسه ونفسه من القتل دلك وأبد بادي قاركوك صار سيئة وقالوا بيه دهي سيئة دلك وأبد بادي بيعادي هراء كبنت أنج بيه وانكو قالوا بيه صار سيئة دهي قاركوك. وكان بعضهم قاركوك نوحوها يستكبر من اسكويني سينا يذلك أريكا ويستنكره ذلكها إنكراي مقرنا يا إن أنكوا قالوا بيعدي خرج بنت أنجبي يقف كدويرة فيدفع بعض لقاص رقبته أي ليبا فمن لعق حال أي تهي ها لإبائه ديدي سنة لعق أي أتهي إيه واستنكاره إنكريتيس قرتي سامرك أمك منك يرى هذا أنيك ما قالوا. ولقد ضاعت أخبار تلك المجزرة إسقور عداس إسكبان ساري داس أخبار تيري أيا فافطي مجزرة الرهيبة لقعب سنة التي مجزرة صور قتل فيها مجزرة قتل هذا الود لي بلعة آلاف نور كن بلعة آلاف من الرجال رقا كمدا والإسكبان ساري والإسكورعي أنت أسنوح الود لي نور كن نور رقا كمدا أو الدينين إني قال لما قرتها ونجا وحاكبت بادي منها مجزرة أسحقي ذي وحاكبت بادي بلعة آلائك نور كنا ويكبت بادي بعد أن دمغوا مركي قرين كذب أنفسهم نففي على رب الكفر قال لما يكون قرين كوي قال لما قرتين ويبت بادي
kuwii kalena halkaasaa lagu lahay. Dadkii marka halkaa yimid oo gaalnimada kirtay ama diiday yaa ka mid ahaa. Min daalika waxaa ka mid ahaa anna shaykhan oday, sheekhoo mucamaran la cumri siiyey oo ilaahay cumri siiyey, sheekhaasoo min qabiilati khafca, min qabiilada khafcam la yidhaahdo xaggii ka ahaa, kaana sheekhaas wuxuu ahaa muctazilan, mid ka fogaaday lilfariiqeyni, labada kooxba ka fogaaday, muqiiman ayuu ahaa, mid isaga nigay waraa alfuraati, wowiga furaad la yidhaahdo gadaashiisa, dagaalka maba ka qayb gelin ba odaygaas, cabdiraxmaanna ma taageerin, xajaajna ma taageerin, meel buu iska fadhiistay xilliga dagaalka uu socdo. Fasiiqa sheekhi ila alxajaaji, xajaaj baa loo kaxeeyey, maca manduul mucoodaa la kaxeeyey, siiquu manduulka ilaahay xajaajka loo soo kaxeeyey. Falamaa udkhila calayhi, xajaaj markii loo soo geliyey sheekhi, sa'ala xajaaj uu sheekhi can xaalihi, sheekha xaalkiisuu ka su'aalay, faqaala sheekhi wuxuu yidhi maa ziltu, aniga ma aanan ka zuulin mundu waqti laga soo bilaabo, haa shabat haadihi naaru, naarta tan ah ay hurtay, muctazilan inaan ka fogaanaayo kama zuul, inaan fogaanaayo kama zuulin, waraa'a haada nahri, wabigan gadaashiisana aan ku fogaanayo, wabiga furaad la yidhaahdo gadaashiisa aan ku fogaadayo, halkaa baan iska fadhiistay, muntadiran inaan sugaayo ma aanan ka zuulin, maa inaan sugaayo, yusfiru canhu, maaga xaggiisa uu ka feedmaayo, alqitaalu, dagaalka, dagaalka wuxuu ku dhammaanayo, aan sugaayuu yidhi aniga, cidna ma aanan taageerin. Falamaa dahartu, adiga markaad soo muuqatay oo wadafirta adiga aada guulaysatay, ataytuka, waan kuu imaaday, mubaayican, xaal anigoo kula ballamayuu yidhi. Odayga saasuu yidhi, yoruntuu iska sheegay, ciddii guulaysatuu asiga iska sugaayaa. Faqaala xajaaj baa wuxuu yidhi, lahu sheekhi baa wuxuu ku yidhi, tabban laka, halaag baa kuu sugnaadee, ataqcudu, ma fariisanaysaa mutarabbisan, xaal asigoo adiga oo sugaayo, ma fariisanaysaa adigoo sugaayo xaaladda qiimeynaayo, oo walaa tuqaatiru, ma dagaalamaysid miya maca amiirika, amiirkaaga miciisa ma dagaalamaysid miya. Uma zajara, wuu canaantay xajaaj sheekhi qaa'ilan, xaal asiga oo dhahay, atashhadu, ma qiraysaa calaa nafsika, nafsadaada ma ku qiraysaa, biannaka, adiga kaafirun, gaal inaad tahay, arrintaa inaad ku gaalowday ma qiranaysaa. Faqaala sheekhi wuxuu yidhi, bi'sa rajulu, rajul baa baas lahaaday, ana anigaa baas lahaada, in kuntu, haddaan ahaaday, cabadtullaaha, ilaahay inaan caabuday, thamaaniina caaman, siddeetan sano, uma ashhadu, haddana aan qiraayo, bacda dalika, calaa nafsi, bilkufri, gaalnimo aan ku qiraayo, siddeetan sanan ilaahay caabudaayo yidhi subxaana watacaala, maanta haddaan nafsadeeda gaalnimo ku qiro, anigaaba baas lahaadayo yidhi. Faqaala markaasaa wuxuu yidhi xajaaj lahu, sheekhi baa wuxuu ku yidhi, idan aqtulaka, hadday sidaas tahay waan ku dilayaa. Faqaala sheekhi wuxuu yidhi, wa in qataltanii, haddaad i disho, fa wallaahi, aan ku dhaartay, ee maa baqiya min cumrii, cumrigaygii kama harin, ilaa dhimu ximaarin, dameer oonkiisa muddadeeda maahane, dameer hadduu oomo ma sabri karo, wax badan oonka kuma sabri karo, wuu dhimanaya, aad bay u yar tahay muddada oonka uu ku sabri karo dameer, cumrigaygaba wax yar baa ka dhiman buu yidhi, 80 jir baan ahay, cumrigaygaba waxaa ka haray ilaa dhimu ximaari, dhimu ximaar yacni muddatu sabri alximaari cala alcadash, wa dameerka sabarkiisa uu oonka ku sabraayo muddadeed waa wax iska yaree, intaasaa buu cumrigayga ka haray, dhimasho ma anaaba ka baqaayo, fa innahu ximaarka yashrabu, waa cabaayaa, gudwatan, aroortii, wa yamuutu, waa dhimanayaa, cashiyatan, galabtiina waa dhimanayaa, oon buuna u dhimanaya, wa innii, aniga, la antadiru, waxaan sugaayaa, almowta, dhimashaan sugaayaa, sabaaxa, masaa'a, subax iyo galabba, ee fafcal xajaajuu, samay maa wixii samay, badaa muuqday maaga laka, adiga kuu muuqday samay. Odaygaasi oday geesi buu ahaa, si fiican buu u hadlay. Faqaala alxajaaju, xajaaj baa wuxuu yidhi lijallaadihi, midkiisa dadka u guuracaya, wuxuu u yidhi idrib curuqahu, sheekha qoortiisa garaac buu. Fadaraba aljallaadu, midkii dadka guuracaya wuxuu garaacay, curuqahu, sheekha qoortiisuu garaacay. Falam yabqa axadun, ma harin, fi lmajlisi, majliska dhexdii axadkoo fi lmajlisi ahaa,
أحدكم من شيعة الحجاج حجاج تاغيرياشي سكمد أو من عدوه كمد على بضل العمر إلا أكبر أحدك الشيخ شيخ بوينيي شيخ المعمر أو لعن رسيي ورثاء وأبير الحوي أحدك له الشيخ وترحم أحدك وأنا أقول حريص دلبي عليه الشيخ وأقول حريص دلبي ثم إنه حجاج مركب منك وأنا أقول فكر أهان أن إتاغيرين قال واي هذا في سساس واي أصيغ معنا ثم إنه حجاج دعا حجاج وحجاج بكميل بن زياد النخعي نك ليرة هو وعي كميل بن زياد النخعي نك ليرة أيوة وعي وتابعي أصيغنا أوثقاء وقال حجاج وحير له كميل باو حكير أتشد على نفسك بالكفر نفسد هذا قال لهم كفر إيسا فقال كميل كي وحير والله لا أشهد إله بان كنا أرتيه نفسد إذا قال لهم كفر فقال حجاج وحير إذن أقتلك هذا يسد أتهي وانكجل آيه فقال بحوير كميلك اغلي محمد هذا فل افعل يعني ما وحي فل أنت أذيك قال المتفلا يا آتا وإن الموعد بلنكو موعدكو فيما بيننا أنك نحن إن أحد عند الله إلهي أكتي سوء أحد إلهي أكتي سانو بلنا وبعد القتل ذلك بعد جينا أيوة هذا الحساب الحساب ذلك بعد جينا حساب باجر دونت واحد دونت سميبو فقال الحجاج وحجاج بحوير له كميل بحوير ستكون الحجة الحجة وحي أهان دونتا يومئذ ما لنتا سوى ما لنت قيامة عليك الدشة ذي أهان دونتا لا لك أريكك وما أهان دونتو قيامتنا أنا قال لك أقول لسان دونوي فقال مركز أحويري كميل ابن الزياد له حجاج أحويري ذلك كاس إذا كنت أنت القاضي هذا أضو قالك أهاتت وإي يومئذ ما لنتا قفك وحكا لحكمين آيو هذا أضو تهي الحجدة أنا قد دشري أهاني سائمة أهاني سمعلنتا لكن قفك وحق منها يا أذيك معها الله تبارك وتعالى با وحق منها يا معلنتا فقال الحجاج حجاج حويري اقتلوه ديلا إن كان كميل بن زياد ليرا فقدم كميل والا سهر مريي وقتل كميل بن زياد أسجن والا ديلي ثم قدم إليه حجاج وحال سهر مريي رجل رجل كو آخر أكل رجل كو كان حجاج وأهانجري يكره إنه كهانا يهو رجل من حجاج ونعجر بالكين ويشتهي حجاج واشتهينا أن يظفر حجاج إنه كبه ليس بقتله رجل كدلكس من أوراد سنة يؤها ننكس أو إصلاحا قعنت هذا الصدر وطولين دون طاي لما كي دراد ديسا أيو ننكس حجاج واشتهينا إنه بلو كان ها حجاج أوها ينقل إليه حجاج إن لو سو جورنا من سخريتي رجل كجي جي سدي سبيه حجاج أو كجس جس من حجاج يسوع أو أنو أركن إنو قيمة ليا هاي إنو أهابا حجاج لو شيء نكا فبادر حجاج مرك وادق نكا صورة ومرك إنو دلو فبادر حجاج هو رجل كيبو كدق دقي قائلا حال أصدقوا نحايا قفك مركي لديلا إنا وإن مرمرسي الله لا أو نسكديلي ما حجاج با مركي وحكسو دك دك إنا وإلا هذا إني أرى أمامي رجلا ما أظنه يشد على نفسه بالكفر إني أنا أرى وحن أركايا أمامي هرتي إذا وحن كأركايا رجلا نن رجلك ما أظن أنا مليني إن هو رجلك يشهد رجلك على نفسه نفسه بالكفر قال لم يرقوا قراء ننكبوا أسر بيوا يا مؤبتاي إنه سنقال لما قرانين أيو ربا أوسيدا كدلو وحان أركايا بويرو هرتي إذا أنك أركايا نن أو أن أمالينا نفسد ديسا إنه سنقال لما كقرين ننكينا مركا نن لما شربا موصان إهانين حجاج وحو دمع سنيها إن وفهم يو فقال الرجل رجل كي وحو يري لا توردني هايقو ريدين بويرا عنك يعني هايقو قين ها أو وتخدعني هاي ذكر عن نفسي نفسد إذا حقي هاي قد ذكر هاي بلوقين بمعنى هلاك هاي يقول نفسد إذا حقي إذا هاي قد ذكر حجاج فأنا أنيقى أكفر أهل الأرض بان أهيب أرلا ذا أهل كذا ننك أبو قال لماذا بضم بانا وأكفر من فرعون فرعون ننك كفر بضم بانا أهيب فرعون كي ذي الأوتادي نكب يضا أصاحبك أها تيرر كدتك كو غوري عجري وكو لا يجري أنا كقال لما بضم بوجه
فخلاه حجاج سبيله ونكا وددي سوق داي والحال هو حجاجنا يتحرق وجبناي ذماء أن درادي وجبناي لقتل رجل كدير كسر ومن يهيو ضاعت أخبار تلك المهلكة. هذا وبالله التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.